السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكى أن رجلا عجوزا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض حتى أن كل سكان القرية سأموا منه لأنه كان محبطا على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى، ولم يكن يمر يوم دون أن تراه في مزاج سيء، وكلما تقدم به السن ازداد كلامه سوءا وسلبية. كان سكان القرية يتجنبونه قدر الإمكان، فسوء حظه أصبح معديا، ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه، لكن كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكل من حوله. لكن في يوم من الأيام حينما بلغ العجوز من العمر 80 عاما، حدث شيء غريب. بدأت إشاعة عجيبة في الانتشار: الرجل العجوز سعيد، إنه لا يتذمر من شيء، الابتسامة ترتسم على وجهه وملامح وجهه أشرقت وتغيرت. تجمع القرويون عند منزل العجوز وبادره أحدهم بالسؤال: ما الذي حدث لك؟ هنا أجاب العجوز: لا شيء مهما، لقد قضيت عمري 80 عاما أطارد السعادة بلا طائل، ثم قررت بعدها أن أعيش دونها، أن أستمتع بحياتي وحسب، لهذا السبب أنا سعيد الآن. العبرة: لا تطارد السعادة، بدلا من ذلك استمتع بحياتك. القصة الثانية: يحكى أنه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته، لكنهم كانوا في كل مرة يحدثونه عن نفس المشاكل والمصاعب التي تواجههم، حتى سئم منهم. وفي يوم من الأيام جمعهم الرجل الحكيم وقص عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين. بعد بضعة دقائق قص عليهم النكتة نفسها مرة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، ثم ما لبث أن قص النكتة مرة ثالثة فلم يضحك أحد. عندها ابتسم الحكيم وقال: لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة؟ العبرة المستفادة من هذه القصة: القلق لن يحل مشاكلك، وإنما هو مضيعة للوقت وهدرا للطاقة. أما القصة الثالثة فهي قصة الحمار الأحمق. كان لدى بائع ملح حمارا يستعين به لحمل أكياس الملح إلى السوق كل يوم. وفي أحد الأيام اضطر البائع والحمار لقطع نهر صغير من أجل الوصول إلى السوق، غير أن الحمار تعثر فجأة ووقع في الماء فذاب الملح، وأصبحت الأكياس خفيفة مما أسعد الحمار كثيرا. ومنذ ذلك اليوم بدأ الحمار بتكرار الخدع نفسه في كل يوم، واكتشف البائع حيلة الحمار فقرر أن يعلمه درسا. وفي اليوم التالي ملأ الأكياس بالقطن ووضعها على ظهر الحمار. في هذه المرة أيضا قام الحمار بالحيلة ذاتها وأوقع نفسه في الماء، لكن بعكس المرات الماضية ازداد ثقل القطن أضعافا وواجه الحمار وقتا عصيبا في الخروج من الماء، فتعلم حينها الدرس وفرح البائع لذلك. العبرة: لن تسلم الجرة في كل مرة، وقد لا يكون الحظ حليفك دوما. أما القصة الرابعة: الصديق الحقيقي.
من هو الصديق؟ تدور القصة حول صديقين كان يسيران في وسط الصحراء، وفي مرحلة ما من رحلتهما تشاجرا تشجارا كثيرا، فصفع أحدهما الآخر على وجهه. شعر ذلك الذي تعرض للضرب بالألم والحزن الشديد، لكن ومن دون أن يقول كلمة واحدة كتب على الرمال: اليوم صديقي المقرب صفعني على وجهي. استمر بعدها في المسيرة إلى أن وصل إلى واحة جميلة، فكرر الاستحمام في بحيرة الواحة. لكن الشك الذي تعرض للصفع، وهذا الشاب الذي تعرض للصفع سابقا علق في مستنقع الوحل وبدأ بالغرق، فصار إليه صديقه وأنقذه في حينها. كتب الشاب الذي كاد يغرق على صخرة كبيرة: اليوم صديقي المقرب أنقذ حياتي. وهنا سأله الصديق الذي صفعه وأنقذه: بعد أن آذيتك كتبت على الرمال، والآن أنت تكتب على الصخر، فلماذا يا صديقي؟ أجاب الشاب: حينما آذيتني كتبت إساءتك على الرمال حتى تمسحها رياح النسيان. لكن عندما يقدم لنا أحدهم معروفا لابد أن نحفره على الصخر كي لا ننساه أبدا ولا تمحوه ريح إطلاقا. العبرة المستفادة من هذه القصة: كن متسامحا، لا تنسى من قدم لك معروفا، لا تقدر ما تملكه من أشياء، وإنما قدر ما تملكه حولك من أشخاص. أما القصة الخامسة: كان هناك 4 طلاب جامعيين قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر عقده في اليوم التالي. وفي الصباح اتفق 4 على خطة ذكية، قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحي واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم، فأخبروه أنهم ذهبوا لحضور حفل بزفاف بالأمس، وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات السيارة، واضطروا نتيجة لذلك لدفع السيارة طول الطريق. ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الامتحان. فقرر العميد لبضعة دقائق ثم أخبرهم أنه سيؤجل امتحانهم لثلاثة أيام، فشكره الطلاب 4 ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار. وفي الموعد المقرر للاختبار جاءوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنه ونظرا لهذا الظرف سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة، ولم يرفض أي منهم ذلك فقد كانوا مستعدين جيدا. كان الامتحان يشتمل على سؤالين فقط: السؤال الأول: ما هو اسمك؟ والسؤال الثاني: أي إطارات السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ وكان هذا بالنسبة لهم أصعب اختبار، لأنهم لم يتفقوا أي إطارات السيارة انفجر. العبرة أن الكذب ينجي، ولكن الصدق أنجى. تحمل مسؤولية أفعالك وأقوالك، وإلا ستتعلم درسا قاسيا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.